السلام عليكم أصدقائي، مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون على لعبة PKXD. مقطع اليوم طلب مني كثير تحت طلب العديد من المتابعين، فرح نفذه أكيد. فهو كيف راح نصعد للجزيرتين الجداد بدون أي بدلة وبدون أي إشي بطريقة حصرية. أول شي حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وبس بحبكم، وانشروا الفيديو لحتى أصدقائكم يتعرفوا على اللعبة. طبعا هذه المتابعة عم تعطيكم كلوب. أوكي يا جماعة، فالحين رح ورجيكم في بوابتين يا جماعة. البوابة الأولى تأخذكم على الجزيرة الأولى، والبوابة الثانية تأخذكم على الجزيرة الثانية. هذه البوابة تأخذكم على الجزيرة الأولى وهي هذيك اللي عليها أرنب، وهذيك الثانية تأخذكم على اللي فوقها يا جماعة. والحين راح أعلمكم كيف راح تصير زرقة يا جماعة ونصير ندخل فيها وتأخذنا على الجزيرة، على الجزيرة الأولى والثانية. أول شيء في هذا رأس البطاطس ومدري شو. المهم أصدقائي، الحين وضحت لكم الشاشة أكثر. أول شيء لازم تنجزوا هاي المهمة. إذا وصلت لهذيك تبعيت الأرنب فرح تفتح لكم البوابة الأولى، فلازمكم يعني تاخذوا هذه اللبسة وهذيك، فيعني كل يوم، ولازم شوية تلعبوا كريزي رين وباركور الجديد. والمدينة هذيك فيها أشياء كثيرة، شوفوا يا جماعة أوكي، فيها باركور أشياء هيك. فلما نزل تحديث بالخطأ أنا شفت شو فيها يا جماعة. وبس هذا هو اللي كنت حابب أقولكم إياه يا جماعة، فانتظروا كل يوم. أول شيء الحين يلا خلونا نروح نلعب شوي يا جماعة. طبعا رح ألعب هذا الباركور، فضيفوني باللعبة، اسمي ورقمي أسامة ورقمي 245. فالحين يعني رح أسرع لما أكون يعني ألعب هيك، فأنا الحين يعني عم بتكلم في المونتاج أصدقائي، فحبيت أوضح لكم شغلة والمتابعين نفسهم يعني لاحظوا هذه الشغلة، وهي أنه يعني في كل فيديو أنزله عم بقول كثير أوكي يا جماعة أوكي يا جماعة أوكي يا جماعة. بصراحة أنا ما عم بشعر يعني لما أقولها هيك، فأوكي أعطوني 80 كوين أوكي، خد هاي اللوب. وبس كان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لي لايكات كثيرة وتشتركوا بالقناة وانشروا الفيديو مع أصحابكم. يلا باي، مع السلامة.